بقول يا ابني انا اللي الوضع على الوضع اقول لك انا ودي على الوضع اسمع لي وجبت البوليس سنه لا ما عنديش عند الله راه شي باش كيحسوا ديالو بان 60 50 يعني شنو راه مسخهاش يعني راه ما مشيت كنسمعها يعني حتى الماكله ما عندوش هو راه كيطلب الناس طالب واش اللي كاين كيطالب بالحق ديالو وراه حنا اصلا حنا راه مشى حنا البلاد ديالنا فهمتيني يعني راه شنو نقول لك وكيل الملك يعني راه الدولة تاع الحق ماشي شي وحدة اصلا هاد الناس هادو جايين على قبله هو هما خايفين عليه فين هادي اللي ابي راسو هاد الشيء اللي خايف ليه يخرج غيشدوه يعني هو الفكر ديالو هذا قلت الناس في الدار ما عندهاش الناس في الدار الناس باق الحبس مثل هاد السيد هذا تيدير نفسي تحت عليه بحال ما تنضربش ما تنضرب امي انا فين ما تنقول تنمشي وامر ديال امي وامي اقسم بالله على العظيم لا ما كاين شي واحد في الدار تيبوس امو رجليه الا انا صغير كنتدخل تنبوس امو رجليها يا خويا انا كيجيني بخير فهمتي دري هو قال لي مشكل فهمتي هو كيقول لك عنده راه مشكل مع الدار والسيد قال لهم انا بغيت حقي باغي نبقى هنا قال لهم انا بغيت حقي واد هضرنا معاه قال لك واد اما تعطيونا حقه ولا انا غنشرح واد تا با ولكن انا شنا وراك نعس فيه خير ما حسيت فيه بزاف شحال هادي ماشي ذا اللي كنبكر انا خويا الدري كنعرفو عادي كان انا عندي محل ديالي هنا خدام كنسالي انا مسكين هنا ما كيفاش عادي ما كاينش فيه المشكل فهمتي ما كيدير كاع المشاكل ولكن هو كيطالب هو بحقه قال لي بغيت حقي قال لي انا غنبقى هنا تناخذ حقي حقه ما ياخذوش ولكن قال لك هو من المخزن كيقولوا يلاه معنا باش تسيني على المحضر يعني تقول الاقوال ديالك باش يلاه يتابع هاد الناس كان زعما قراش عليا صح فهمت ودير واحد المخطاف وقال لهم انا الا زعما بغيتي تدخل عليا غادي نتعلق